مفكرون وباحثون وعلماء من كل بقاع العالم يجتمعون في الملتقى العالمي للتصوف بمداغ في دورة تناقش موضوع التصوف والقيم الإنسانية. هي مناسبة علمية وأكاديمية تنظمها طريقة القادرية البوتشيشية ومؤسسة الملتقى، ترم إبراز عالمية دين الإسلام الذي يتجه برسالته وتعاليمه ومبادئه إلى البشرية كلها، وكذا مكانة ودور التصوف باعتباره مقام الإحسان في الدين الإسلامي. اخترنا كموضوع ومن أهمية المكان وخصوصا في هذه الأزمة أو لمواجهة كل الأزمات، سواء هذه الأزمة الصحية أو جميع الأزمات كيفما كانت إيكولوجية أو اقتصادية أو اجتماعية، التصوف والقيم الإنسانية من المحل إلى الكوني. وباعتبار أن التصوف الذي هو ثابت من ثوابت الهوية الدينية يشتغل على الأخلاق وعلى القيم، لأن التصوف أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، وهذه أخلاق أصبحت عزيزة ونادرة لابد أن نشتغل عليها. اختيار موضوع القيم الإنسانية يفرضه السياق المعاصر، حيث يعيش العالم اليوم تحولات كبرى متسارعة خلقت صراعات ومخاوف ومخاطر، وأفرزت أزمات متعددة أخلاقية وبيئية وصحية أصبحت تهدد بشكل مباشر أمن الإنسان، وتخلق لديه قلقا وجوديا مستمرا واضطرابا نفسيا. أنا سعيد جدا بحضوري إلى هذا الملتقى الذي يوقظ فينا الإلهام من جديد لمناقشة مواضيع مهمة عن الإنسانية والقيم في بلد جميل هو المغرب، هذا البلد الذي يشكل جسر تواصل بين إفريقيا وآسيا وكل العالم. وسيعمل الملتقى أيضا على إبراز ما يحمله المغرب من تجليات عميقة لهذا المكون الروحي الأصيل الذي طبع شخصيته الدينية والتدينية، والذي ما زال إلى اليوم مثالا يحتذى به في نشر قيم السلام والتعايش والانخراط الفاعل في حل عدد من الأزمات السياسية والدولية بمنطق الحكمة والأخوة والتعاون.